سائل يقول: ما هي الأمور التي تساعد على زيادة الإيمان وتجعل القلب دائما مع الله، وما هي الأعمال التي تساعد على تجديد التوبة؟ الذي ينمي الإيمان تعظيم شعائر الدين، أداء الصلوات الخمس في أوقاتها من الرجال مع الجماعة مع الحرص على المبادرة للمسجد في أول الوقت، والتفكر في الأجر، لأن الذاهب إلى المسجد لا يدفعه إلا إرادة الصلاة، لا يرفع قدما إلا رفعه الله بها درجة، ولا يضع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة، طال الطريق أو قصر. ثم ينبغي أن يحضر إلى الصلاة وهو مهتم بهذه العبادة، راغب في ثوابها، خائف من التقصير، يستعد لها بطهارة البدن والإكثار من الاستغفار والتوبة والاستعاذة بالله مما يدنس باطنه من الأحقاد واحتقار الناس أو حسدهم على ما يعطيهم الله من النعم. وينبغي أن يكثر من ذكر الله جل وعلا في طريقه، لا يأتي إلى المسجد وهو سارح الذهن، بل يأتي إلى المسجد وهو في تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير واستغفار وتكرار التوبة. وأن يكثر من الدعاء في صلاته وفي غير صلاته، يسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبه، إذا كان سيد البشر الذي هو أرجح الناس إيمانا صلى الله عليه وسلم، يكثر من سؤاله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما قيل له: أتخاف وأنت رسول الله؟ قال: وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. ثم يتعاهد الإنسان نفسه بالأذكار عند دخول المسجد والخروج منه، ودخول البيت والخروج منه، والبدء في طعامه والانتهاء منه، وإذا أخذ مرجعه في فراشه، وإذا أراد دخول محل قضاء الحاجة، إذا انتهى من وضوءه، يعود نفسه الإكثار من ذكر الله، فإن الإكثار من ذكر الله معين للقلب أيما إعانة. يقول المولى جل من قائل: أنا بذكر الله تطمئن القلوب. أحسن الله إليك.